لتسليط ضوء أكثر على السياسة الأمريكية تجاه لبنان في ظل المناورات السياسية لميليشيا حزب الله، ينضم إلينا علي شندب، كاتب وصحفي لبناني عبر سكايب من طرابلس. أهلا بك معنا سيد شندب. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك سيد شندب. يعني بحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن عملية اغتيال لقمان سليم كانت رسالة من حزب الله للداخل اللبناني والمجتمع الدولي. يعني كيف تقرأ رسالة حزب الله للمجتمع الدولي؟ في الحقيقة بدون شك، إذا ما ثبت بالأدلة القانونية الدامغة أن حزب الله هو من قتل لقمان سليم، وإذا ما صحت الاتهامات الموجهة إليه من قبل أصدقاء وأهالي لقمان سليم وأيضا نخب لبنانية وعربية واسعة، فيكون حزب الله بذلك قد وجه رسالة متعددة الأوجه. الأولى هي أنه استهدف الشخصية الأشرس في مهاجمتها وتعريتها لدور حزب الله في لبنان. النقطة الثانية هي ترهيب نظراء لقمان سليم تحديدا من الطائفة الشيعية. النقطة الثالثة هي جس نبض قوات اليونيفيل، لأن لقمان سليم اختطف من منطقة تخضع لسيطرة القرار 1701، وهناك سيطرة أمنية وعسكرية لقوات اليونيفيل وتحديدا الكتيبة الفرنسية، ما يعني، وهذا خرق للقرار 1701، وهذا يستوجب وبالضرورة أن من مهام اليونيفيل حماية المدنيين في نطاق عملها التي ينبغي وبالضرورة أن تكون ممنوعة على تخزين السلاح وعلى نقل السلاح. وفي هذا الأمر فالرسالة كما نجدها هي رسالة متعددة الأوجه، أراد قاتلو لقمان سليم من خلالها في لحظة انتقالية حساسة على مستوى كرسي البيت الأبيض ممارسة ليس فقط اختبار الإدارة البايدينية الجديدة، وإنما محاولة لي ذراعها، وهي المحاولة التي زامنها محاولة أخرى، مثلا ما فعله الحوثي مؤخرا من هجمات بالمسيرات المفخخة في اليمن، وأيضا ما فعله سرايا أولياء الله الميليشيا التابعة لإيران. يعني هي مناورات إيرانية تقصد سيد شندب؟ لربما تكون مناورات إيرانية عن طريق حزب الله في قصف مطار أربيل. إذا أخذنا هذه الشبكة بأضلعها الثلاث، فأنت تتحدث عن منظومة لأزرعة إيران بإشراف إيراني وتخطيط وتوجيه من الحرس الثوري، قام بفرض، إذا صح التعبير، محاولة فرض أجندته على الإدارة الأمريكية، وهذا ما يتبين بأن وكأن الإدارة الأمريكية الجديدة البايدينية رضخت إليه ونزلت عند مطلب إيران، وأعلنوا عن الشروع بمفاوضات حول الاتفاق النووي قريبا في مجلس الأمن بوساطة من الاتحاد الأوروبي. هذا الأمر يعيدنا بالنظر للمقارنة مع كيف كان ترامب الرئيس السابق الأمريكي حاكم وناظم للمنطقة وفارض لحد معقول من الاستقرار، وذلك بتغريدة واحدة. لهذا نجد بأن الدولة العميقة في الولايات المتحدة سعت قبل عزل ترامب عن كرسي البيض الأبيض إلى عزله عن عرش تويتر، ويبدو أن هذه المنصة كانت أحد أهم وأقوى أسلحة الإدارة الأمريكية السابقة. نعم، على الجهة الأخرى، يعني كيف ترى تموضع القوى المعارضة لنفوذ حزب الله في الداخل اللبناني؟ هل يمكن الاعتماد عليها والتعويل عليها في خلق توازن يؤسس لدولة مؤسسات في لبنان؟ سيدي الكريم، المسألة بالغة التعقيد. أولا، لا يوجد نظراء في القوة لحزب الله في الداخل اللبناني. حتى لو جمعت كافة خصوم حزب الله في كتلة واحدة، وهم مع الأسف غير موحدين لا الرؤية تجاه مواجهة حزب الله أو التوازن معه، دعنا من المواجهة لأنها تدخل في سياق حرب أهلية، حتى التوازن معه فهم
لا يستطيعون التوازن معه. لماذا؟ لأن حزب الله تمكن عبر الزمن من خلق مروحة تحالفات هامة وقوية، وهذه المروحة من التفاهمات والتحالفات توازى معها أيضا حزب الله في اختراق للطوائف الأخرى والمذاهب الأخرى والمناطق الأخرى، وبات له هياكل خاصة به في كل المناطق والطوائف والمذاهب. وهذا هنا هل يعني أن الأمر معدوم منه؟ كلا، لكن اللبنانيين يشعرون بنوع من التخلي، خاصة العربي عنهم، لا يشعرون بأي دعم، لا يشعرون أبدا، يشعرون بأن وكأنهم وقود، مطلوب منهم أن يكونوا وقود في معركة مواجهة حزب الله شكرا فقط لا غير. شكرا جزيلا لك علي شندب، الكاتب والصحفي اللبناني، كنت ضيفنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.